يا ملتقانا الصيفي، يا ملتقانا الصيفي، قد جئت بالأنوار، تبدو منيرا فينا تمهل بالأمطار. يا ملتقانا الصيفي، قد جئت بالأنوار، تبدو منيرا فينا تنهل بالأمطار. ما أطيب الأيام إذ نحيا على لقياك يا خير الأثر، بتألق والمسرح المزدان والأفكار تهميك الدرى. إذا مشاهدينا الكرام، مرة أخرى نعود إليكم في تقارير منوعة لهذا الملتقى، ملتقى الصيفي 33. نحن اليوم في النشاط الرياضي وفي قسم الشبابي الذي يقدمه الملتقى في قسم الطائرة، لعبة الطائرة اليوم التي فاز فيها فريق الرضا. معي الآن الكابتن فارس العمري، كابتن نادي الأهلي وكابتن المنتخب السعودي. أهلا وسهلا بكابتن. أهلا وسهلا، يديك العافية. أولا نبارك لكم فريق الرضا الانتصار اليوم. الله يبارك في حياتك. كيف وجدتم يعني النشاط الرياضي وتنظيمه من ضمن المنتخب؟ والله طبعا هو هذا ما هو شيء غريب عليهم، هذا شيء ما شاء الله مستمر وسنوي. اول حاجه احب اشكر كل القائمين على هذا النشاط، واقول لهم طبعا الله يجزاهم خير بحكم انه عملوا جمعه يعني للشباب كويسه. يديهم العافيه. انتم انتصرتم بثلاث الاشواط، الجماهير هي اليوم يعني نقطة المستغرب، انه الجماهير ما شاء الله حاضرة وتفاعل كبير، كيف وجدتوا التفاعل من الجماهير؟ والله هذا مو غريب على الجمهور هذا بالذات، يعني فريق الرضا ما شاء الله تبارك الله كل سنة هو بيساند الفريق، فما هو غريب انه هو يجي يعني. طبعا احب اوجه لهم الشكر الجزيل على مساندتهم للفريق، ويعطيهم العافية واقول لهم مبروك عليهم البطولة. يا ملتقانا الصيفي، يا ملتقانا الصيفي، يا ملتقانا الصيفي، يا ملتقانا الصيفي. والله حقيقة أن الإنسان يعني يدخل السرور في قلبه وهو يرى هذا البرامج، هذا العدد من الشباب، احتوائهم في أماكن يعني جميلة لممارسة الرياضة تحت إشراف مجموعة من الإخوة الفضلاء، حكام رأيت اليوم دوليين، ترتيب جيد كان في هذا اللقاء، حتى الجمهور كان تأدب في تشجيعهم، والشباب حقيقة بحاجة لإخراج هذه الطاقة التي بداخلهم، بحاجة لأن نوفر لهم المناخ المناسب لممارسة هذه الرياضات. وتوقع ملتقى الصيفي هذه السنة قدم صورة جميلة في هذا. نحيا على لقياك يا خير الأثر، بتألق والمسرح المزدان والأفكار تهميك الدرى. ما أطيب الأيام إذ نحيا على لقياك يا خير الأثر، بتألق والمسرح المزدان والأفكار تهميك. الآن مشاهدينا الكرام معنا أيضا فريق جدة لذوي الاحتياجات الخاصة الذين شاركوا بفعالية في هذه المسابقة وهذا النشاط. أهلا وسهلا بك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. عبد العزيز محمد أبو هادي. عبد العزيز نبارك لكم هذه المشاركة وهذا الانتصار، كيف وجدتم الفعالية والتنظيم من ضمن الملتقى؟ الحقيقة الشكر يعجز عن ما قدمه لنا الملتقى الصيفي في هذه السنة، لأنه أول مشاركة لنا إن شاء الله، ولكن من السنة القادمة نشارك بفعالية أكثر. طبعا لقينا كل الترحاب، لقينا كل الود، كل الاحترام، كل التقدير، كل التسهيلات من هذا المركز، وعلى طبعا المسؤولين وخاصة بالذكر الناحية الرياضية، الأستاذ محمد مكي، الأستاذ سعد عسيري، فيصل عمري وغيرهم من الشباب الذين لم يألوا جهدا إلا قدموا للاحتياجات الخاصة، وطبعا هذا أقل شيء يعني احنا نرد لهم الجزاء. أثبتوا يعني أنه استدعاهم لنا، أثبتوا لنا أنه نحن ما بيننا الفرق بيننا وبين الأسوياء، والحمد لله قدمنا اليوم مستوى ولعبنا وأخذنا وفزنا وأخذنا الميدالية الذهبية، هذا طبعا من حرصنا. وأزيد على ذلك أنه نحن أبطال المملكة لكرة الطائرة مركز جدة لهذه السنة، حصلنا عليها البطولة من أمام مكة المكرمة. يا ملتقانا الصيفي، 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 قد جئت بالأنوار، تبدو منيرا فينا تنهل بالأمطار. يا ملتقانا الصيفي، قد جئت بالأنوار، تبدو. ايضا مشاهدينا الكرام معنا الان الحكم الدولي والاعلامي الاستاذ عبد الله امين. اهلا وسهلا بك استاذ عبد الله. الله يحييك ان شاء الله. اولا اقول شرفتنا في هذا الملتقى، كيف وجدت الفعاليه وهذا النشاط الرياضي؟ والله شوف حقيقه، بسم الله الرحمن الرحيم، بدايه والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
طبعا انا بطوله ملتقيات الصيف معاشره من يوم ما بدات، يعني ما شاء الله حضرتها كمنظم كحكم، حكمت في كل مبارياتها، ومفروض ان اكون برضو احكم في هذه المباريات، بس بحكم ارتباطي مع القناه الرياضيه واني بسافر برضو فاعتذرت عن التحكيم، لكن اتشرفت باني احضر اليوم. طبعا هذه البطوله عزيزي تعتبر من افضل البطولات اللي تجمع فيها الشباب، برغم يعني اقول لك بصراحه يعني معظم الشباب الرياضيين يدوروا في الملتقيات في المباريات هذه، يدوروا جوائز ماليه يدوروا هذا، لكن هذا الملتقى سبحان الله يعني بيلم جميع لعيبه الطائره، انا اتكلم بكره الطائره بشكل تحديد، انه البطوله بالفعل يعني بطوله من مسماها من النيه اللي موجوده في اقامه هذه البطوله سبحان الله، يعني بتعطي جميع اللاعبين جميع اللي بيشاركوا في هذه البطوله انهم يجوا وينتظموا ويظهروها بالمظهر اللي شفته قبل شويه كم ظهر. ملتقانا الصيفي يا ملتقانا الصيفي قد جئت بالانوار، تبدو منيرا فينا تنهل بالامطار، يا ملتقانا الصيفي يا ملتقانا الصيفي يا ملتقانا الصيفي يا ملتقانا الصيفي يا ملتقانا الصيفي.